صباح الخير، النهارده يوم جديد وحلقه جديده من برنامج مصر جميله. ان شاء الله تكون حلقه جميله على كل المشاهدين ويكون يوم جميل لكل مصر ان شاء الله. طبعا احنا متابعين زياره رئيس سيسي لاسيا للشرق الاقصى، وكان في زياره لسنغافوره تنتهي اليوم، المفروض ينتقل الى الصين. زيارة مهمة جدا، من ليها بعد مش بس سياسي ولكن بعد اقتصادي مهم جدا، هيساعد خاصة زيارته الأخيرة للموانئ في سنغافورة، عندها أكبر موانئ أو من أهم وأكبر موانئ العالم وأكثرها يعني تعقيدا وتطورا. أكيد في خبرات كتير هنقدر نستفيد منها في مصر وفي الفترة الجاية مع قناة السويس وشرق التفريعة، وخبرات المفروض نستفيد حتى ازاي هم قدروا ان هم يقوموا البلد من دولة فقيرة ما فيهاش موارد الى دولة من اقوى 10 اقتصاديات في العالم حاليا وبعدد صغير حتى من السكان. فاحنا عندنا موارد اكتر بكتير، عندنا قوة اكبر بكتير، فازاي نقدر نستفيد من النقلة الحضارية اللي عملوها والنقلة الاقتصادية في مصر ان شاء الله الفترة الجاية. طبعا زيارة الصين دي زيارة برضو هتكون زيارة مهمة اقتصاديا وسياسيا، هيبقى في احتفال بالحرب العالمية الثانية او ذكرى انتصارات الحرب العالمية الثانية في للصين، وبالتالي هيكون في عرض عسكري ضخم عالمي هتشارك فيه الصين او تقوم به الصين مع مشاركة مع بعض الدول منها مصر، اللي كمان ارسلت عدد من الجنود المصريين للمشاركة في العرض العسكري اللي هيكون في الصين ان شاء الله يومين الجايين. فطبعا زيارة مهمة هنتابعها مع الخبراء ومع الضيوف ان شاء الله، وهنشوف تأثيرها الاقتصادي والسياسي على مصر الفترة الجاية. النهاردة بالنسبة لفقراتنا فهيكون معانا فقرة مع فن السمسمية، هنتابع الأغاني والفلكلور والموسيقى السمسمية مع فرقة السمسمية، النهاردة هتكون معانا ان شاء الله. وطبعا كمان هيكون معانا الفنان التشكيلي المعروف الأستاذ محمد عبلة، الفنان محمد عبلة اللي هنتابع معاه مش بس الفن التشكيلي ولكن كمان أحوال مصر حاليا سواء محليا أو دوليا. فدي فقراتنا الرئيسية النهاردة في برنامج مصر جميلة. هنروح لفاصل ونرجع مع أول ضيوفنا النهاردة في حلقتنا في مصر جميلة.